ازيكم بودي؟ النهاردة لعبة كده بتخليك تحس بصداع، لعبة المفروض دي معمولة عشان انت تفكر بره الصندوق. لعبة تقدر تقول عليها كده لعبة الصور. اللعبة دي بتبقى عبارة عن ان انت في صور بتحولها لحقيقة عشان تعرف تعدي المراحل وتوصل لمرحلة تانية. بص انا معرفش اوصف اللعبة دي لان اساسا مفيش حاجة شبهها اقدر اوصفها بيها. فيلا على الفيديو هتفهم انت جوه. يلا معاكم سامي غلش من قناة كذا ومش على الفيديو. كده يمكنك تشييد اي شيء ومع ذلك قمت بتشييد معمل. انت قصدك على المكان ده مثلا؟ هو لو كمقولة مثلا فهو فكرة حلوة ان هو يشيد معمل لان بيه هيعرف معلومات يشيد الباقي. اوكي ده لوح ادي مكتوب يا ده خير البر عاجله. يعني عايزين نجري مثلا ولا ايه؟ اخشى ان نكهة الزيدة دي الزبدة. تمام اللي هو السنة بتاعت الزال مع الباء باينة ايه؟ معلن اخشى ان نكهة الزبدة ما تزال مؤثرة. ده اولا. ثانيا ما هي مكتوبة فوق ايه؟ انا بشاور عليها. هي مكتوبة في الشاشة من فوق ايه؟ يبقى زوم ان انا اقرأها من الورقة. الورقة دي اننا نصمم وسائل مشاهدة التسجيلات وبعدها يأتي دور الفشار. I don't understand you. Cough space time. استنى بس ما نتأكد من المكان. خلاص ما فيهوش حاجة. طيب يلا نطلع بقى. يا ست ماذا المكان؟ معرفش هو مكاننا كنت اقع فيه. لم ارى نموا زائدا بهذا القدر. كانه جميل. يس تقريبا. فأنا صرنا ندرك الان ان السقوط لا يؤلم على الاقل. تلك اخبار سر. يس ها استمر ضغط الار للارجاع. ده انا برجع الشريط. انت ماذا هذا سيء ولا سيء؟ اوكي عندي بتوقع فالمفروض ان اروح على واحدة من الاتنين دول. تمام طلعت بتوقع فعلا. لم يساق مقاومة المحاولة مرة اخرى. تعرفت منين دي؟ بصوا وانا عندي عايز اجربها مرة تالتة بس حاسس ان بقى بضيع وقت الفيديو. لا ادري ازالة بقى انا اللي نزل مش يمه. كمل ما عادش بتتكلم. كنت عايز اشوفها بس هتقول ايه في المره الثالثه او المره الثالثه اساسا ولا اصلح. ما هذه الصوره قديمه ما اعرفش بس شكلها حلو. اضغط باستمرار من التصويب ثم اضغط. اوكي كده تصويب ادي يمكنك استخدامه وكده حط. انا ما اتحطش ليه كده حط؟ تمام اتحط. طيب كده ده مدفع ده ولا ايه ده؟ ما علينا. مهلا قمت بتغيير الواقع للتو. اوكي ناقل الي مش كان اللعبة دي كل اللي لعبوها قالوا ان هي بتدوخ من شدة ما هي مش منطقية. هو صح متأكد؟ اصل انا لقيت في بتاع هنا قلت ادور على واحد شبهه غتاتة كده ولقيت واحد شبهه وحطيته. انت فين صورة؟ حلو صورة دي اللي فيها ده شبهه باين. تعال تحت بس كده اعمل هنا عشان تمسحه كده حلو. الله انا كان قصدي اعملها فوق مش انها تقصها. ايوه هو ده. طيب دخلت الاوض في بعضها. اشتغل حلو. بسرعه قبل ما يقع تاني. انتقال الي شغال اهو. امال بيقول اللعبه صعبه ده؟ ده هو كمان. اوكي المرحله دي حرفيا مجرد صوره لان انا في مربع ضيق مفيش فيه اي حاجه اتفاعل فيه. هي الصوره بس كده. الصوره مقلوبه اظبط مقلوبه اظبط. استخدم البقرة. اوكي انا اسف التوتوريال. تمام طب انا ادخل ولا ما هيش سليمة. طيب تعال اظن هو يبقى كده عشان ما يقعش اظن كده. تمام استنى بدأت ادوخ لسه فيه. لا حلو انتقال الي انتقل الي تحميه. دماغ بدأت تعمل كده ايرور بس ايزي. رأي يبدو هذا المكان مختلفا تماما عما رأيناه سابقا حتى هذه اللحظة. اشمعنى مال بالدورين مثلا؟ يبدو ان احدهما استقر هنا. اوكي تمشي. دي قاعدة عربي ايه؟ انا رأى حقا ليتني معك هنا. ليه؟ ايه ده؟ احنا وصلنا. هو ايه اللي واتس نيكست؟ احنا وصلنا من غير بازل ولا اي حاجة؟ طب امسك صورة. طيب ما ايه ده وانا باجي من ايه؟ انا باجي من العدم. ما علينا. ايه ده؟ طبعا ما فيش نقطة توصل لهناك فانا اظن ان انا محتاج كوبري. ايه ده؟ عليك تذكر ساقي النباتات.
مش طايلها. الساقية الجاية بقى مش طايلها برضو. الساقية الجاية بقى تدعى حد عايش هنا بجد. كوبري حلو. تفتكر؟ لا ما تفتكرش. كنت عايز اعملها كوبري من هنا البتاع اللي هناك، بس صعبة اوي اتعملت. اوه كنت رايح انط. بالظبط حلو. طب الصورة يا فاهم، انا كنت ببص اساسا على البلح لقيت صورة. دي فيها حاجة مهمة جوه اظن، لان في السلم. وانا كنت هحط الصورة في العدم، بس خطر في بالي كده ان ما يكون قصدهم ان انا افتح الباب ده. هما كده لو قصدهم ان انا افتح الباب ده يبقى كده، وانا زقيتها ورا شوية. ما علينا. اوكي كان قصدهم ان انا افتح الباب فعلا. عايزين كوبري، ما ينفعش احط الصورة اللي هناك تاني. لا طيب عايزين كوبري. كوبري كوبري كوبري. طيب كوبري استخدام اداة التسلق مع حد شكر. ايه ده قط يا مالها كده منقر. طب انا عايز صورة. طيب اعمل كوبري. مش كان ممكن تكون الصورة قدامي ومشفتهاش. ايه ده هم معلقينها ليه؟ مش المفروض هي على الارض ولا تعمل كوبري ازاي؟ بص بره الصندوق، مش لازم كل المباني تبقى واقفة. يمكن مبنى فضائيين مثلا فيبقى نايم عادي. بص حطها وانا بنط النطة الأخيرة، الحتة الأخيرة وده يبقى شوية بس شغال، حتى مش محتاج انط. اوكي ناقص بتاعتين طاقة، ادي واحدة. اوكي مقفولة، عايزين صورة نفتح بقى. مستقبلنا باهر. ايه ده؟ انا ينفع اخد اكتر من صورة؟ تبديل بكيو. طيب حلوة الصورة دي، هاتلي دي الأول. نفتح بدي. يا ستي خططيني في اللعبة دي، المفروض انها تبقى رايقة. ما تخضش كده، روح حط يا سيدي اهو. اللي بعده فين الأخيرة؟ لو كنت مسحتها مفيش حاجة تانية هنا؟ مفيش حاجة تانية في الصور؟ لا كلهم سما يعني، كلهم أكثر حاجة. ايه ده؟ أنا خسرت الترابيزة باين. ما علينا. كنز قيد التكوين دي مقولة مشهورة أجنبية مثلا، فلما ترجمت عربي ما فهمناهاش. ودي مقولة عربية أصلا وأنا معرفهاش. هو المنظر كده بيقول لي إن يا إما في حاجة فوق وأنا معرفش أطلع، يا إما في حاجة جوه. تمام في حاجة جوه، مش معقول يعني يكون مربع مفتوح على الفاضي. في حاجة ايه ده؟ حلوة دي، اوعى تقع، تتخبط في الحيطة وتقع مني. يلا ارمي. افتح. فتح. اه فتح. انه حي، انه حي يا ملك انا فرحان. ايه ده؟ جلوس وكوف. اه وبعدين رسمت انا حاجه كده؟ لا طيب هي مالها كده قلبة صيني فجأة؟ مش كانت قاعدة عربي من شوية؟ صورة ايه دي؟ هي ليه جايبين لي صورة صورة اللي هي صورة جواها صورة؟ ايه ده؟ ملاحظة، تفضل ميرين الدرجات الهادئة في عملها. طيب يجب البحث عن دراجة أفضل. وأنا مالي؟ ده حاجة تبع مكتب الشغل بتاعهم. ما علينا. مالها بقى الصورة دي؟ والصورة اللي جوه نفس الصورة كمان، يعني أنا ما استفدتش حاجة كده. عايزينها الكوبري دي مثلا ولا إيه؟ ده هناك دي جرافيك، دي مش جرافيك، دي حاجة بوصلها. يعني محتاج أحط الصورة كده، أو مش كده، كده تمسح. محتاج أحط الصورة كده، بس أقرب شوية بس. تمام كده، أخد الصورة دي يبقى حلو. فهمت، صورة جواها صورة جواها صورة، كل ده عشان بس أوصل اللي هو خدها كوبري. هي بتقطع ليه وكده طبيعي؟ لا ما بقول لك انا لسه موصل كارت الشاشه جديد، هو هيكون مشكله منه. لسه اول تجربه ليه. لا مش عارف اسمع، ما ينفعش انط، ما اطولش الا اذا هات الصورة الأخيرة. طلت اهو، طلت اهو، طلت. فشل تثبيت المحاكاة. ايه ده؟
ده جوه اللعبة. طب ما طوق يا اسطى، خضتني البتاع اللي بيتصرف ده ولا انا بدوس على الفراغ؟ لا. Welcome back. A little too soon for my liking, but happy to. الله، وانا في برنامج حلو صورة دي نستخدمها؟ لا طيب. Looks like the simulation had some difficulty maintaining itself. We might need to reroute our power sources to keep it running. Bummer, but that's what we get for messing with old tech. Don't worry, love. We'll get it sorted and then it's off to the races with you. طب بتحل ازاي؟ استخدم ده اغسل ايدي. طيب نضفت ايدي. هو ايه العالم الاحمر قوي ده؟ لا في صوت صوت عربيات وصوت بوليس، يعني عالم حي ما هوش بعد بعد اي كارثه. للسيرفرات تم رصد اخطاء الانظمه المفعله 3 من 5. طب ما تفعل التانيين. فاهم قصدك، لو كنا ما ينفعش. طب لو شلت واحد تاني 2 من 5، طب شغل ده وشغل ده. طب اقفل له كله مثلا. صدت ليه؟ عايزين نعمل ريستارت للسيستم. نرجع بقى نكمل. نايس ورك، لوكس لايك وير باك اون لاين. طب انا طالع من الدول التاني، انا طالع من الدول تقريبا. يلا مش مهم، امال 2-1 كده. حاسس ان انا بحب انا الحركه دي، اللي هو ان هي تبقى لعبه بالمنظر ده. لا مش بالجرافيك ده، انا قصدي ان تبقى ارضيه تحتك بتحرك، وفي يا اما لابس نظاره الفي ار يا اما في الشات حواليك، بس الارخص لابس نظاره الفي ار. ده حرفيا بتعيش جوه اللعبه. عمري ما جربتها يعني، بحبها عمري ما جربتها. عادي، انا فكرت ان هم لسه بيصنعوا حاجه. ولا اقفل. طيب في حاجة علامة تحت ما لحقتش اقراها، مش تبع نفع. ايه ده؟ ايه دي مالها كده زرقاء؟ لحظة انا هاجي للمستوى التاني بس. دي زرقاء ليه؟ وده خضراء هناك اهي، وفينا واحدة تانية شكلها عطلان اهي، واحدة تالتة تحت شكلها عطلان. ما علينا، اظن ده اللوبي. طيب اظن ده اللوبي ودي المراحل، الاجزاء اللي جوه المراحل. نحاول نخلص الجزء الاول النهارده لو عرفنا، مش انا كنت هنا. ده السيستم باص فيه. فين الصور؟ احنا كنا عرفنا الحل. هنفضل كده كتير مش ملاحظ ان انت زودتها شويه. انا قصيتها. قصيتها. طب كويس ان ما قصيتش جامد. وصلت تمام. ننتقل الى الالي. طيب مش عارف ان انا كنت عايز اضغط واجري. ايه ده؟ منطقه اتغيرت. تفاعل. اغمى عين. Is this payback for making you mix new soil compositions all day? Please, Hiraya, have you ever known me to be the vengeful sort? بص مبدئيا مش فاهم حاجة من هما بيقولوها، واظن ان هو حاجة ملهاش لازمة. بس ايه الرسم ده؟ انا اظن في رسم من نوع تاني. رسم بوجع العين اكتر ما هي اكتر ما هي موجوعة اساسا. ايه ده؟ بعد كده رسم زيتي. حلو صوت الرسم الزيتي، بس برضه مين اللي خلى الجرافيك لو؟ ايه ده؟ رسم كرتوني. تحس كده ان هي صورة من كان اسمه ايه ده، اللي هي بتاعة الثعلب اللي بيجري ورا طائر، اللي بيجري ورا طائر اللي هو بيقول بيب بيب ده ويطلع يجري. صوته حلو وانا بجري منه. حلو على النطة برضه. I found it. Now this was a funny one. رسم صدفة. Not your usual style. You could say I was stretching my creative muscles. ايه ده هنا غير هنا؟ والباب ده بيتفتح؟ الله ده بيتفاعل. اشمعنى ده بقى اللي بيتفاعل معاه؟
رسم من لعبة قديمة. يلا اللي بعده. كسرت الباي. مش ما تكسرش اهو. ده لعبة قديمة قوي. البكسلات الضربة دي. اللي مرمي هناك ده. طيب. دي اللي بتفتحها. سحب سلسلة سحب. ده المرة واحدة دي. هتصور طيب. اخيرا وصلنا. يلا يا سيدي. بدل الحاجات اللي بتوجع الان ورا دي. ما عادش عايز اشوف. ابص لها تاني وبقول ما عادش عايز اشوفها. انجز. الوان تاني اهو. مش ده اللوبي؟ هو اللوبي. يعني احنا كده خلصنا الفيديو الاول. بس اصور لها فيديو تاني. بس هينزل بعد سنة باي. انا اجدد الفيديو ده. هضغط ايه من غير ما اقصد. لا مش عايز. مش عايز. عايز اتأكد الاول حواليه. تمام دي واحدة. انتقل الى تحدي اختياري. ودي القصة. اعادة المستوى. اعادة المستوى دي عند القصة. بس بص بس كده كده خلصنا فيديو النهارده. مش شعبان لايك سبسكرايب كومنت وتفعيل جرس الاشعارات عشان يوصل لكم كل جديد وشير والفيديوهات اللي هتظهر حوالينا دي تعجبكم واختاركوا اي فيديو فيهم. يلا القناه معاكم اسامه غلش من قناه كرز ومش بعد المشكله انا بعد سنه يغمقت ليه ما علينا. المشكله انا بعد سنه عشان ابقى داخل في الجيش. لا انا ما بوفرش بعد سنه حرفيا هبقى ينزل بقى الفيديو الثاني. فبص يلا سلام.